العدل التنازلي بعض الأسئلة وجاوب لنا عليها يلا سريعا، يلا بينا. يلا، انا قاعد اقول الشاشة دي هنوصل ليه. اكتر مدرب ظلمك في الأهلي؟ لا مفيش. مفيش؟ مفيش ولا مدير فني خالص خالص، يعني حتى مانويل جوزيه لا ما ظلمنيش، انا كان اصاباتي كتير قوي. اي السؤال اللي بعد كده، افضل رئيس نادي في تاريخ النادي الأهلي؟ بص، هما ثلاث حاجات معرفش. ايوه انت يعني انا كابتن صلاح سليم ده الايكون بتاعنا، تمام. كابتن حسن حمدي انجازات وبطولات، وكابتن خطيب هو اللي حببني في كره القدم. فالامور ده صعبه الترتيب بالنسبه لك؟ بالنسبه لي ما هو ده التدريجي، تمام، ده التدرج يعني. السؤال اللي بعد كده، يعني كابتن خطيب كان بيعمل حاجات في الكوره بتخليك انت ما يعني. رئيس الاهلي الانسب بعد محمود الخطيب؟ على طول ولا في المستقبل؟ في المستقبل حسام غالي قولا واحدا يعني. وعلى طول الديبند على حسام مؤهل ولا لا، فانت لو دوست عليا هقول لك لا طبعا مؤهل، لان هو دلوقتي نائب بيتدرج، ولو دلوقتي بصيت عضو مجلس اداره، عضو مجلس اداره وهو نائب في مجلس النواب، وبيتدرج في كل المواقف والقضايا فيعلم الكثير. وحسام هبص على كابتن خطيب، كابتن صالح، كابتن حسن حمدي، الخطوات هي نفس الخطوات. السؤال اللي بعد كده، طبعا ما نقدرش نهمش دور الاداره، ان في المهندس خالد مرتجي، في الدكتور محمد شوقي، في ضماطي، جرحي، لا في ناس اسماء كتير قوي كتير. ما حدش يزعل مني يا جماعه انا اسف. هل تنوي الترشح في انتخابات الاهلي المقبله؟ لا لا حاليا لا، الله اعلم. لو قدامك بس لا اتحاد الكره والاهلي، ايه مين الافضل لا بالنسبه لا لك؟ ولا انا عمري بقول لك، انا الموضوع ما بيتاخدش كده، عمري ما لا عندي ما انا نيه، فاهم، انا ما بقول لك عنديش نيه للترشح، عندي نيه للاصلاح والتطوير. فعمري ما، فالله اعلم، بس ما تعرفش بكره في ايه. فعلا ده اللي انا بقول لك، ده اللي اتعلمته. لو انت سالتني السؤالين دولت من سنه هقول لك الاثنين لا. السؤال اللي بعد كده، هل عوده رمضان صبحي للاهلي ممكنه في وجهه نظرك؟ اعتقد صعبه جدا، صعبه جدا. مستحيله. يعني حتى كمان بتشوف لا الامور صعبه، بس انا بحب رمضان جدا. السؤال اللي بعد كده، هل كنت ضد تعاقد الاهلي مع امام عاشور؟ انا اول واحد كان يعني كان عاوز يتعاقد مع امام عاشور، بس الموقف اللي حصل والناس كلها شافته كان عاطفيا كان صعب، لكن فنيا عاطفيا بالنسبه لي كان صعب جدا، لكن في الاخر مجلس اداره النادي اتخذ القرار خلاص. السؤال اللي بعد كده، افضل لاعب في مصر حاليا؟ ايه فكره ان انا استنى كل ال، مفيش حد ظاهر للدرجه دي؟ لا كله شبه بعضه يعني، من المحليين كله شبه بعضه. بعد كله شبه عودة الشناوي من الإصابة، بتشوف مين يبقى حارس مرمى الأهلي الأول؟ بدل مصطفى شوبير ماشي بشكل جيد يستمر، لا ما هو الشناوي مش هيرجع على طول يلعب، ما هو لازم برضه ان هو تأهيل ومرحلة معينة. بس طبعا شناوي ما الناس ما تنساش، الكبير دايما كبير، مصطفى المستقبل ليه، وطمن جمهور الاهلي وجمهور مصر كله. حتى يمكن انا كنت اتمنى ان هو في منتخب مصر يلعب، ان هو كان ماشي مع النادي الاهلي بشكل كويس مركز، لازم ياخد الفرصه على طول كامله. لكن شناوي بالتالي تبقى منافسه قويه جدا، وشناوي عنده خبرات ما ننساش، ده شناوي ما ننساش، تمام. ومصطفى وجوده هيهدد الشناوي لغايه ما هتلاقي ان دلوقتي الشناوي لو جاله عرض احتراف بتهيألي هتلاقي النادي الاهلي بيساعده ان هو خلاص طمن مصطفى. تمام، نروح